السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم سوف نتحدث عن الوضع النسبي لمستويين. المستويين راح يعطيني اياهم مثلا المستوي الاول B1 والمستوي الثاني B2. في عندي عدة حالات لوضع المستويين بالنسبة لبعضهم. الحالة الاولى ممكن يكون المستويين متوازيين في إلى شرط، والحالة الثانية عدم التوازي للمستويين هو تقاطع المستويين. فالتوازي له حالة خاصة اللي هي الانطباق، الانطباق حالة خاصة من التوازي، وأيضا التقاطع له حالة خاصة ممكن يكون المستويين متعامدين أي الزاوية قائمة بينهما. ففي عندي أربع حالات للمستويين، ممكن توازي المستويين، وممكن تقاطع المستويين، وممكن انطباق المستويين، وممكن تعامد المستويين. هلأ كل حالة إلى شرط، حتى يتوازى مستويين، مستوي أول ومستوي ثاني، حتى يتوازى مستويين لازم طالع ناظم الأول ونطالع ناظم المستوي الثاني، لازم يكونوا الناظمين مرتبطين خطيين. مجرد ما يكونوا المستويين متوازيين لازم يكون الناظمين أيضا متوازيين، أي الناظمين لازم يكونوا مرتبطين خطيا. عدم توازي المستويين هو التقاطع، تقاطع المستويين، وبالتالي شرط تقاطع المستويين هو عدم الارتباط الخطي للناظمين، أي راح يكون الناظمين مركباتهم غير متناسبة. بينما إذا كان المستويين متعامدين لازم أيضا يكونوا الناظمين متعامدين، وبالتالي شرط التعامد الجداء الداخلي يساوي الصفر. الانطباق للمستويين مثل ما بنلاحظ لما بنوجد معادلة المستوي في النهاية، المعادلة إذا كانت قابلة للاختصار عم تتقسم على عدد عم نختصرها، يعني كلها بتتقسم على 2 عم نقسمها على 2، كلها بتتقسم على 3 عم نقسمها على 3. فلما بنقسم المعادلة على عدد راح تطلع معادلة جديدة. هاي المعادلة الجديدة ما هو مستوي جديد، هو مستوي منطبق على المستوي السابق. يعني لحتى يكون المستويين منطبقين لازم تكون كامل المعادلة ناتجة عن الآخر بضربها بعدد. فراح نلخص الكلام. الوضع النسبي لمستويين، الحالة الأولى اللي هي توازي مستويين، شرط توازي المستويين هو أن يكون الناظمين مرتبطين خطية. نوجد ناظم المستوي الأول ونوجد ناظم المستوي الثاني ونورجي أنه الناظمين مرتبطين خطيان. الحالة الثانية تقاطع مستويين، حتى يكون المستويين متقاطعين يجب أن يكون الناظمين غير مرتبطين خطيان، الناظمين غير مرتبطين خطيان. الحالة الثالثة يمكن يكون المستويين متعامدين، تعامد مستويين، شرط تعامد المستويين هو أن يكون الناظمين متعامدين أي الجداء الداخلي للناظمين معدوم. بس كان جداء الداخلي للناظمين معدوم وبالتالي الناظمين متعامدين وبالتالي المستويين متعامدين. الحالة الرابعة للمستويين هو أن يكون المستويين منطبقين، انطباق مستويين، شرط انطباق مستويين هو أن يكون معادلة أحدهما كل المعادلة تنتج عن الآخر بضربها بعدد حقيقي. هلأ إذا كان المستويين متقاطعين ما هن متعامدين، إذا كان متعامدين بتكون الزاوية بيناتهم 90 درجة، وإذا كانوا منطبقين بتكون الزاوية بيناتهم صفر، وإذا كانوا متوازين بتكون الزاوية أيضا بيناتهم صفر. فإذا كان المستويين متقاطعين وطلب مني الزاوية بين الناظمين، الزاوية بين المستويين، الزاوية بين المستويين هي الزاوية الحادة بين الناظمين، فتحسب عن طريق قانون الجداء الداخلي للناظمين بالقيمة المطلقة على جداء الطويلتين، وبالتالي راح نشوفها بالأمثلة العددية. الزاوية بين مستويين هي الزاوية
الحادة بين الناظمين، هي الزاوية الحادة بين الناظمين، وتحسب من العلاقة كوساين تتا، حيث تتا هي الزاوية، تتا الزاوية بين المستويين، كوساين يساوي الجداء الداخلي للناظمين بالقيمة المطلقة على طويلة ناظم المستوي الأول ضرب طويلة ناظم المستوي الثاني. طبعا حطينا هون إضافة إلى القانون هي القيمة المطلقة لأن هي الزاوية الحادة، والزاوية الحادة الكوساين لازم يكون موجب. لا بالحالة العامة كوساين زاوية بين أي متجهين تساوي الجداء الداخلي على طويلة الأول بطويلة الثاني، ما في قيمة مطلقة، ولكن هون كونها زاوية حادة بين المستويين فيجب أن يكون كوساينا مقدار موجب، ولذلك هي القيمة المطلقة للجداء الداخلي للناظمين على طويلة الأول بطويلة الثاني. رح نشوفها في الأمثلة العددية. إذا شرط توازي مستويين، إذا أعطاني مستويين قال لي أثبت أنهما متوازيين، فمن أثبت فقط أن الناظمين مرتبطين خطيا. شرط تقاطع مستويين، إذا قال لي أثبت أن المستويين متقاطعين، فبكفي نورجي أن الناظمين ما هن مرتبطين خطيا، أي المركبات غير متناسبة. وشرط تعامد مستويين هو أن يكون الجداء الداخلي للناظمين معدوم، والانطباق للمستويين تكون المعادلة مختصرة، أي معادلة أحدهما تنتج عن الآخر بضربها بعدد حقيقي مغاير للصفر. والزاوية بين مستويين بنحسبها لما بيكون المستويين متقاطعين، فهي جداء الداخلي للناظمين على جداء الطويل طويلة الناظم الأول في طويلة ناظم الثاني. راح نشوف الآن أمثلة على الحالات الأربعة للوضع النسبي لمستويين. فبالمثال الأول عم بيعطينا المستويين بي واحد وبي اثنين، وعم بيقول لي أثبت أن المستويين متوازيين. فمن أجل إثبات أن المستويين متوازيين يكفي إثبات أن الناظمين مرتبطين خطيان، فنوجد ناظم المستوي الأول، ناظم بي واحد أمثال X وY وZ، ثلاثة ناقص 2 3، هذا ناظم المستوي الأول، وناظم المستوي الثاني أمثال X وY وZ ناقص 9 6 ناقص 9. فمنلاحظ أن الناظمين مرتبطين خطيا، أي أحدهما ناتج عن الآخر بضربه بعدد حقيقي مغاير للصفر، وأيضا المركبات متناسبة. فمنلاحظ أنه ناظم المستوي الأول إذا ضربته بناقص 3 بيطلع ناظم المستوي الثاني، إذا ضربتها هي بناقص 3 بتطلع هي ناقص 9، ضربتها بناقص 3 6، ضربتها بناقص 3 ناقص 9. إذن الناظمين مرتبطين خطيان وبالتالي المستويين متوازيين. فبنرجي علاقة الارتباط الخطي ولنلاحظ أن ناظم المستوي بي 2 يساوي ناقص 3 من ناظم المستوي بي 1. إذا ضربنا ناظم المستوي بي واحد بناقص 3 بيطلع ناظم المستوي الثاني، إذن الناظمين مرتبطين خطيا وبالتالي فالمستويين بي واحد وبي اثنين متوازيين. إذن شرط توازي المستويين هو الارتباط الخطي للناظمين. فأثبت أن المثال الثاني أن المستويين منطبقان، الانطباق بتكون كل المعادلة ناتجة عن الثانية بضربها بعدد، يعني كأن المعادلة مختصرة. فمنلاحظ أن المستوي الأول إذا ضربته بثلاثة بيطلع المستوي الثاني، كل المعادلة مو بس الناظم، يعني إذا ضربته بثلاثة كل المعادلة ضربتها بثلاثة، ثلاثة إكس ضربتها بثلاثة ناقص تسعة ضربتها بثلاثة، ثلاثة زد الواحد ضربتها بثلاثة، كأن كانت المعادلة بهالشكل واختصرناها على هذا الشكل، فما رح يطلع معي مستوي جديد، مستوي منطبق عليه. فمنقول له نلاحظ أن معادلة B2 كل المعادلة تنتج عن معادلة B1 بضربها بالعدد 3، وبالتالي فالمستويين منطبقين. في المثال الثالث عم يقول لي أثبت تعامد المستويين، حتى يتعامد المستويين يجب تعامد الناظمين،
وشرط التعامد هو أن يكون الجداء الداخلي للناظمين معدوم. فناظم المستوي الأول N B1، ناظم المستوي الأول أمثال X Y Z 1 2 2، وناظم المستوي الثاني B2 أمثال X Y Z، ما في Z بكل الأمثال صفر، هذا المستوي يوازي محور O Z، أمثال X 2 أمثال Y ناقص 1 أمثال Z صفر. فنوجد الجداء الداخلي للناظمين، ناظم B1 داخليا ناظم B2، الجداء الداخلي مجموع جداءات المركبات، يعني 1 ب2 زائد 2 بناقص 1 زائد 2 ب0، 1 ب2 2، 2 بناقص 1 ناقص 2، 2 ب0 0، وبالتالي الجداء الداخلي للناظمين معدوم. الجداء الداخلي للناظمين معدوم، وبالتالي الناظمين متعامدين، وإذا تعامد الناظمين فالمستويين P1 و P2 متعامدين، أي الزاوية بيناتهم 90 درجة أو بيعب 2 راديان. أثبت تقاطع المستويين، حتى يتقاطع المستويين لازم يكونوا الناظمين ما هن مرتبطين خطيا، عدم الارتباط الخطي للناظمين. فناظم B1 أمثال X Y Z 1 4 ناقص 1، وناظم المستوي الثاني B2 ناظمه أمثال X Y Z ناقص 4 3 ناقص 3. فبكفي عدم تناسب مركبتين لحتى يكونوا الناظمين ما هن مرتبطين خطيا. فبنلاحظ 1 على ناقص 4 لا تساوي 4 على 3، بنقول له المركبات غير متناسبة، مركبات للناظمين ما هن متناسبات، وبالتالي فالناظمين غير مرتبطين خطيا فالمستويين متقاطعين. بنلاحظ في المثال الأخير عيطينها مستويين B1 وB2 وبيقول لي عين الزاوية، أوجد الزاوية بين المستويين. فالزاوية بين المستويين قلنا هي الزاوية الحادة بين الناظمين. فنوجد ناظم B1 أمثال X Y Z 2 ناقص 1 ناقص 1، وناظم B2 كمان أمثال X Y Z 1 ناقص 2 1. ومنلاحظ أيضا أن المستويين متقاطعين، أي مركبات غير متناسبة، 1 على 2 لا تساوي 2 ناقص 2 على ناقص 1، أي المستويين متقاطعين، وبالتالي في زاوية بيناتهم. الزاوية بيناتهم كوساينة لتتا تجيبة يساوي القيمة المطلقة للجداء الداخلي للناظمين، ناظم B1 مع ناظم B2 على طويلة ناظم B1 ضرب طويلة ناظم B2. الجداء الداخلي بالقيمة المطلقة على طويلة ناظم الأول بطويلة ناظم الثاني. فرح نوجد الجداء الداخلي N B1 داخليا N B2، الجداء الداخلي مجموع جداءات المركبات 2 B1 زائد 2 B1 زائد ناقص 1 بناقص 2 زائد ناقص 1 ب1، وبالتالي 2 ب1 2 ناقص 1 بناقص 2 كمان 2 وناقص 1 ب1 ناقص 1 والجواب 3. اذا الجداء الداخلي لهن 3. طويلة ناظم الاول، ناظم الاول نحسب طويلته تحت الجذر مجموع مربعات مركباته 2 للتربيع 4 ناقص 1 للتربيع 1 وناقص 1 للتربيع ايضا 1، الجواب جذر 6. طويلة ناظم الثاني ايضا تحت الجذر من ربع المركبات 1 زائد 4 زائد 1 ايضا جذر 6. بنعوض في القانون، جداء الداخلي حسبناه طلع 3 بالقيمة المطلقة 3، طويلة ناظم الاول طلع جذر 6، طويلة ناظم الثاني ايضا طلع جذر 6، وبالتالي تجيب الزاوية بيناتهم كوساينة يساوي القيمة المطلقة الجداء الداخلي 3 على طويلة الأول جذر 6 بطويلة الثاني أيضا جذر
الستة. جذر الستة ضرب جذر الستة ستة وبالبسط ثلاثة، ثلاثة على ستة نص. طلعت معي زاوية شهيرة لأني تجيبها نص، كوساين تتا نص، معناتها الزاوية الحادة اللي كوساينها نص هي بي على ثلاثة راديان أو ستين درجة. رح نترك الآن تدرب للطالب عم يقول لي ميز كل مستويين متوازيين وكل مستويين متعامدين، وفي باقي الحالات احسب تجيب الزاوية بينهما. يعني أول شيء رح نشوف موضوع التوازي بين المستويين بي واحد وبي اثنين، لأن عندي ست حالات. الحالة الأولى المستوي الأول بي واحد ناقص ثلاثة إكس زائد ستة واي زائد سبعة زد يساوي الصفر، والمستوي الثاني إكس زائد أربعة واي ناقص ثلاثة زد يساوي الواحد. فبداية نشوف موضوع التوازي، بنطالع ناظم الأول وناظم الثاني، إذا طلعوا مرتبطين خطيا خلاص بنرجع علاقة الارتباط الخطي وبنقول المستويين متوازيين. إذا ما طلع عندي توازي يعني ما في ارتباط خطي، فبنبحث موضوع التعامد، بنشوف إذا كان المستويين متعامدين لا، وذلك عن طريق الجداء الداخلي للناظمين اللي أوجدتهم. طلع معي صفر الجداء الداخلي وبالتالي المستويين متعامدين، ما طلع معي تعامد هون مضطرين نحسب تجيب الزاوية بيناتهم. يعني امتى نحسب تجيب الزاوية بيناتهم؟ وقت ما بيطلع معي توازي وما بيطلع معي تعامد. فبداية نوجد ناظم الأول بعدين ناظم الثاني، بنشوف في ارتباط خطي بين الناظمين المستويين متوازيين، ما في ارتباط خطي المستويين غير متوازيين، بنشوفهم إذا كانوا متعامدين إلا لا عن طريق الجداء الداخلي. طلع الجداء الداخلي صفر فالمستويين متعامدين، ما طلع الجداء الداخلي لهم يساوي الصفر فراح نحسب كوساين تتا يساوي القيمة المطلقة لجدائهم الداخلي على طاولة الأول في طاولة الثاني. بنفس الأسلوب المثال الثاني وأيضا الثالث والرابع والخامس والسادس. ننتبه في المثال الخامس المستوي 8y ناقص 2x ناقص 4z يساوي الواحد، يعني لما نوجد ناظمه أول شيء أمثال x فناظمه ناقص 2 بعد 8 بعد ناقص 4، ونوجد ناظم المستوي الآخر ونشوف فيما إذا كان المستويين أو الناظمين مرتبطين خطيا عندئذ يكون المستويين متوازيين. ما في ارتباط خطي بنشوف جداءهم الداخلي، إذا كان صفر فالمستويين متعامدين، ما طلع معي صفر فالمستويين غير متعامدين.